احنا ده معانا بتر تحت الركبه. انا عايزه اقول لكم يا جماعه، لما بنعمل الجهاز الطرف الصناعي عند الدكتور، المقاييس بتاعتنا بتبقى عامله ازاي. احنا صورنا لكم قبل كده طريقه اخد المقاس. عايزه اقول لكم العينه دي وهي ماشيه، هي النهارده اول يوم تمشي. عايزه اوريكم ما شاء الله المشي عامله ازاي. قولوا لي احنا البتر بقى يمين ولا شمال، احنا مش هنقول لكم. يلا احنا نسيب ايه، انتوا بقى اللي تكتشفوا البتر يمين ولا شمال. أول مرة نركب فيها طرف صناعي، احنا معظم الناس اللي بيركبوا أطراف صناعية في شركات وحاجات ما هياش متخصصة، معظم العاملين بياخدوا الجهاز ويركنوه فوق الدولاب لأنهم مش عارفين يمشوا بيه. احنا ما شاء الله في أول يوم ركبنا فيه الجهاز ودربناهم زي ما انتم شايفين المشي، واحنا مش عارفين ولا يمين ولا شمال. هنقول لكم السر في آخر الفيديو، امشي تاني. شايفين المشي حلوة ازاي؟ احنا لسه اول يوم. ارجعي تاني. ايوه، عايزين نقدم نصيحة من خلالها كده اللي عندهم مرض السكر، يحموا نفسهم وهم لسه في مرحلة التهاب اعصاب طرفية عشان ما نوصلش لمرحلة البنج. لما بنسيب نفسنا تنميل وفقدان احساس، بعد كده ممكن جزء يسود ويبقى غرغرينا، لان الدوره الدمويه بعد كده بتبقى دقيقه وبعد كده بتبقى الدوره الدمويه الكبيره. وغالبا العيان ده بيحتاج يعمل دعامه، وبعد ما بيركب دعامه احتمال كمان يحتاج يتبت جزء من رجله. فاحنا لو عالجنا الموضوع احنا لسه في الاول بيكون افضل كتير. كل اللي يحس بتنميل بوجع بدايه كرحه في رجله يتوجه ويجي بسرعه علشان نلحق نعالجه. يعني مع التيم ورك المختص، احنا كان عندنا حاله امبارح في المهندسين، كان الجرح محتاج يتنضف، بعتناها لدكتور الاوعيه الدمويه نضف، واحنا كملنا جلسات التئام الجرح والبنت يعني بقت كويسه جدا. فاحنا عايزين دايما لما يبقى عندنا بس سكر نخلي بالنا ان احنا نعالج المرض وهو التهاب اعصاب طرفيه. يلا نمشي تاني، وبعدين بقى هنرفع رجلينا عشان نوريهم السر انهي رجل هي اللي فيها البرد. لازم يكون تحت اشراف طبي من الدكاتره. اشكرك.